مشاهدينا، قبل ما نبدا حلقتنا لليوم بدي اقول انه وصلني اليوم الصبح مسج من اليوتيوبر الاردني احمد مساد يلي كانت صورته مع سلافة وخرجي ورد المتابعين عليها هو حدث توقفنا عنده بفولو اب بحلقه سابقه. احمد بعت لي بالمسج على الانستغرام اليوم انه أصالة نصري عملت له انفولو على الانستغرام بعد ما نشر صورته مع سلاف، وانه كانت هي المعلومه رح تفيدني لو سالته. القصه مو قصه أصالة ولا قصه سلاف، القصه انه اذا انت ما عندك مشكله انك تتصور مع اشخاص عم يدعموا قتلة الشعب السوري وتقول انه مالك ندمان فهذا اوكي، ولكن من المشرف انه انت تتصور وتنشر صورك مع اشخاص بيدعموا قضية الشعب السوري لانه هذا الشيء بشرفك الك كمان.